سراي ليكي. كان بيودي التقي بعمك يلي بتحبيه وبتعزيه كتير كرمال احكي معه، بس شكلنا ما رح نتفق، وهذا الشي طبيعي. بس انا مستحيل اتخلى عنك، وتأكدي انه لو شو ما قال عني مستحيل اتراجع عن حبك. وهلأ ضروري اني روح مشان احكي مع امي، وانتبه على حالك منيح. بشوفك. عاطف استنى، بترجاك لا تروح لانه ما بدي اياكم تتخانقوا بسببي لو سمحت. انت الشي الوحيد يلي مستعد حارب امي كرماله، صدقيني. وانا حذرتها حذرتها بس كانه ما سمعت مني، ولهيك لازم ارجع حاكيها. وانت حاكي لعمك وقلي له ينهي كل هالمهزله هي، ماشي؟ بعرف انه لازم ترجع على البيت وماني حابب اعمل لك مشاكل، بس عن جد بتمنى لو فيك تروحي معي. لا مستحيل عاطف، واليوم بالذات قلت لك عم يتصل وقال لي ما اتاخر. مزبوط معك حق، خلص لكان منلتقي كلنا بوقت تاني. أنا ما فهمت مين بتقصد بكلنا؟ إليسي رفيقتي، عزمتك على حفلتها مشان تتعرفوا على بعض، وأنا وعدت أنه رح نروح سوا، يعني أنا وإنتي حبيبتي. وهي كانت معي وقت كنا أولاد صغار، والقصة انتهت خلص. يعني إنتي بتعرفي أنه كانت مراهقة أولاد مو أكتر، بس هلأ أنا ما في حد غيرك بحياتي، وبكل هالدنيا كمان ما في غيرك إنتي اللي بقلبي. ما بعرف عاطف، يعني مو منطقي هالحكي، ومو حلوة بحقي كمان انه اروح معك لأحضر حفلتها. المشكلة اني وعدتها نجي لانه عيد ميلادها، بس شكلي غلطت. اذا سيراي ما انا رايحة معك معناتها لا تروح. نوسا ما حق، ما رح اروح لانه ما في داعي روح وانت مانك معي، فخلص انسي القصة. لا ما معها حق ابدا، ولازم تروح عاطف. سيراي اذا مانك رايحة انا ما رح روح، واصلا انا ماني حابب روح بدونك. لا بتروح عاطف، لازم تروح لأنك وعدتها مثل ما قلت. خلص لو سمحت. عاطف ابني أنا ما عم بفهم عليك بنوب، رحت لهنيك من شان الاجتماع مزبوط؟ كيف بتختفي هيك بدون ما تقول؟ يعني كانت ضرورية طلعتك بهالطريقة؟ معقول تركب على الموتور وتروح مدري لوين بهيك وقت؟ فهمني عاطف. والله ايه ضرورية، ولهيك اضطريت أطلع وإلغي العشاء والاجتماع. كان في موضوع مهم بيتعلق بحبيبتي ورحت حليته وبعدين رجعت. بس لا تخافوا، الصبح اتصلت بالشركة وزبطت الوضع وكله تمام والموضوع ماشي. ابني يعني انت اكيد مانك عم تهمل مسؤولياتك وتتجاهل وضع شغلك حساب شي تاني؟ ايه؟ بالمناسبة شو رأيكم تعطوا عمار وفتح إجازة وتخففوا الضغط عنهم؟ يعني هيك حرام، بيضلوا لاحقيني من محل للتاني. عطوهم إجازة، خلوهم يقضوا وقت مع عيالهم، خلوهم يرتاحوا شوي.